الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية لفرنسا. لجنة إدارة أزمة كورونا تقرر الاستمرار بالعمل بقرار غلق المحلات التاسعة مساء حتى نهاية مايو. القوات البحرية المصرية والإيطالية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي باشتراك الفرقاطة الفريم. عاد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد زيارته لفرنسا والتي استغرقت 3 أيام، وذلك للمشاركة في مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية بالسودان. المزيد في سياق هذا التقرير. روابط ممتدة وتاريخ طويل من العلاقات بين القاهرة وباريس، عززتها روابط شخصية وثيقة بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقد حرص الرئيس الفرنسي على استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الإليزي على هامش مشاركة السيد الرئيس في قمتي دعم المرحلة الانتقالية بالسودان وكذا قمة دعم اقتصاديات إفريقيا. كما شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. وفي نهاية زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لباريس، عقد السيد الرئيس لقاء مهما مع السيد ماكي سال رئيس جمهورية السنغال. تناول اللقاء سبل دعم التعاون بين البلدين في كافة المجالات، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها القارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي. هذا وفي ختام الزيارة غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الفرنسية باريس عقب زيارة مهمة استغرقت 3 أيام، وكان في وداع سيادته أعضاء السفارة المصرية عائدا بسلامة الله إلى أرض الوطن. قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الاستمرار في تطبيق القرارات الصادرة عن اللجنة في اجتماعها السابق، وذلك حتى نهاية الشهر الجاري. كما قررت اللجنة إعادة فتح وإتاحة الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة لاستقبال المواطنين بشرط الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. ووجه رئيس الوزراء بالتوسع في البرنامج القومي للتطعيم باللقاحات للعاملين في كافة المنشآت السياحية على مستوى الجمهورية. ومن جانبه أعلن اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية أنه تم الاتفاق على توريد 20 مليون جرعة من اللقاح الروسي سبوتنيك من الشركة الموردة على أن يتم التوريد تباعا حتى آخر العام، وكذلك الاتفاق مع شركة جونسون أند جونسون على توريد 20 مليون جرعة. استعرض رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تقريرا حول جهود توفير كافة المستحضرات الدوائية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا، وذلك خلال الشهر الماضي. وأبرز التقرير عن توفر كافة المستحضرات الدوائية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا. وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على صفقة استحواذ التحالف بين صندوق مصر السيادي والمجموعة المالية هيرمس القابضة على 76%
من رأس مال بنك الاستثمار العربي عن طريق زيادة رأس ماله إلى 5 مليارات جنيه، على أن تكون نسبة مساهمة المجموعة المالية هيرمس 51% ونسبة مساهمة صندوق مصر السيادي 25%، بينما يحتفظ بنك الاستثمار القومي بنسبة 24%. نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الإيطالية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية الجلالة والفرقاطة الإيطالية عقب انتهاء زيارتها لميناء الإسكندرية. ويعد هذا التدريب هو الأول من نوعه الذي يشهد مشاركة الفرقاطة المصرية الجلالة المجهزة بأحدث الأنظمة القتالية والتكنولوجية العالمية والتي انضمت حديثا للقوات البحرية المصرية. انطلقت فعاليات التدريب البحري المشترك فونكس إكسبريس 2021 والذي تجرى فعالياته لعدة أيام بالمياه الإقليمية لدولة تونس الشقيقة بالبحر المتوسط بمشاركة 13 دولة، هي مصر وتونس والولايات المتحدة وبلجيكا واليونان وإيطاليا وإسبانيا ومالطا والمملكة المتحدة والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا. تأتي هذه التدريبات في إطار خطة القوات المسلحة للتدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة بهدف تعزيز وتنمية علاقات التعاون العسكري لمجابهة التحديات والعدائيات بمسرح عمليات البحر المتوسط. وصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بوزارة الداخلية جهودها على مستوى الجمهورية لضبط السلع التموينية المختلفة الغير صالحة. المزيد في سياق هذا التقرير. استمرارا لتصدي أجهزة وزارة الداخلية للجرائم التموينية بشتى صورها، فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط أكثر من طن أسماك مدخنة وملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة الأسماك المدخنة بالغربية. وبذات المحافظة تم ضبط 10 أطنان ونصف ملح طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة المسؤول عن مطحن ملح بدون ترخيص، وضبط أكثر من طن منظفات صناعية متعددة الأغراض وغير مطابقة للمواصفات القياسية بحوزة مالك مصنع بدون ترخيص للمنظفات الصناعية. الإدارة نجحت في ضبط 7 أطنان من الأعلاف الحيوانية مجهولة المصدر وعليها علامات تجارية مقلدة داخل محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بالمنوفية. وبالمنوفية أيضا تمكنت الإدارة من ضبط نحو 3 أطنان سلع غذائية قام مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها. واستمرارا لجهود الإدارة بالقاهرة تمكنت 350,000 قرص أدوية ومكملات غذائية ومنشطات مهربة جمركيا وغير مسجلة بوزارة الصحة بحوزة المسؤول عن صيدلية، وضبط 10 أطنان ونصف سكر داخل عبوات عليها علامات تجارية وهمية بحوزة مالك شركة لتعبئة السلع الغذائية. وبالبحيرة تمكنت الإدارة من ضبط قرابة 100 طن زيوت طعام داخل عبوات مدون عليها بيانات خلافا للحقيقة، وضبط 13 طن مبيدات زراعية داخل عبوات بدون بيانات تفيد تواريخ الإنتاج والصلاحية بمصنع لتعبئة المبيدات الزراعية. الإدارة تمكنت من ضبط قرابة 7 أطنان من الكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة المسؤول عن ثلاجة بدون ترخيص لحفظ السلع الغذائية بالقليوبية. ونجحت في ضبط قرابة 8 أطنان من الأرز والسكر مجهولة المصدر ومدون عليها علامات تجارية غير مسجلة بحوزة مالك مصنع بدون ترخيص لتعبئة السلع الغذائية بالإسكندرية. الإدارة تمكنت وبسوهاج من ضبط قرابة 6 أطنان حلوى جافة بدون بيانات بمصنع بدون ترخيص لإنتاج الحلوى. وبالشرقية نجحت الإدارة في ضبط قرابة 11,500 عبوة زيوت سيارات مغشوشة ومقلدة وطنين زيوت خام مجهولة المصدر بمصنع بدون ترخيص لتعبئة زيوت محركات السيارات.
وضبط أكثر من 3 أطنان دقيق مجهول المصدر بمخزن سياحي بدون ترخيص. مديرية أمن الإسكندرية تمكنت من ضبط 13 طن زيت طعام الصالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة المسؤول عن مخزن بدون ترخيص، يقوم بتجميع الزيوت السابق استخدامها وإعادة تعبئتها وبيعها.